تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع وبتخفيضات تصل إلى 60%. هذا وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وبتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي أتاحتها المبادرة والتي تصل إلى 60%. وزارة الداخلية أطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في 15 من شهر مارس الماضي، ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية. أنا شايفة في اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً. المبادرة دي شغالة وعرفت إنها مكملة للعيد، كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله الحاجة حلوة قوي، حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني. الأسعار أحسن بكتير من برة، وطبعا توفير السعر دوت في المبادره بيخليني اقدر اشتري كل اللي انا عايزه. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهايه. قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه ومنافذ اقامتها الوزاره بالاشتراك مع كبار الموردين والتجار تشارك في هذه المرحله، ومع مد فعالياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها. احنا أصرينا ان احنا نشترك في المبادرة، وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم ان احنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بافضل اسعار. وفرة كبيرة في المعروض من كافة انواع السلع وبجودة عالية اتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الاسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي اثرت على اسعار السلع، وهو ما اشاد به المواطنون. احنا بنيجي مخصوص عشان المبادرة ديت، وان هي اسعارها اقل من العادي. الزيت سعره كويس جدا، والرز كويس جدا، كل حاجه جميله جدا عن بره، والاسعار كويسه جدا. جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمكرونه والرز، الحاجات رخيصه تبع المبادره صراحه. يعني مش محتاجين اي حاجه كده، يعني انا خدت باسعار احسن من بره كتير. شعب وقياده وشرطه، احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. كما تشارك في المبادره منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. بصراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أمان، لأن في تفاوت في الأسعار ما بينها وبين بره، ده طبعا بيتيح لي إن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما أنا عايز. نشكر وزارة الداخلية برضه على المبادرات والأسعار اللي بتنزلها لنا، سواء اللحوم أو السلع التموينية. أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في التخفيف كثيرا عن كاهل الأسر المصرية مع الارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية، بتوفيرها كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة. تتسم السلع المعروضة في إطار مبادرة كلنا واحد بجودة عالية ووفرة كبيرة في المعروض، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي أتاحتها المبادرة والتي تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.